بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك برقية تهنئة إلى دولة بيتو نكتارن شيناوترا بمناسبة تعيينها رئيسا للوزراء في مملكة تايلاند. وأعرب دولة رئيس الوزراء عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها ولشعب مملكة تايلاند الصديق المزيد من التقدم والرقي، وللعلاقات الثنائية بين البلدين التطور والنماء بما يخدم المصالح المتبادلة.